في فيديو جديد من قناة دليل سلوفينيا. الآن راح أوريكم نهر سافا، هو من أهم الأنهار الموجودة في سلوفينيا. طبعا الجزء اللي راح أوريكم إياه هو على حدود ضواحي لوبليانا، يعني خارج لوبليانا شوية. نهر جميل وطويل ومياهه نقية، ممكن الواحد يعني يجي يسبح على في بعض المناطق، او انه يعمل رحلة شوي او جلسة قاعدة على المناطق هذه. فندعوكم تشوفوا معنا هاي. زي ما انتم شايفين وصلنا لشط النهر هذا، لضفة النهر، وراح اوريكم في اماكن ممكن تشوفوا وين ممكن تجلسوا عليها. على الضفة الثانية زي ما احنا شايفين هناك في حديقة حتى للأطفال ممتازة، ممكن إنه الأطفال يكون فيها مراجيح وزحاليق وأشياء هيك كويسة للأطفال. على الضفة هذه ممكن إنه الإنسان حتى ينزل يسبح، يعني مية النهر نظيفة وممتازة. زي ما إحنا شايفين هناك على ضفة النهر الثانية، زي ما إحنا شايفين في ناس اللي هم سياح محليين بيكونوا حاطين اللي هم فرشين وبيسبحوا، بينزلوا يسبحوا في النهر، بيعملوا رحلات هنا. منطقة جميلة، في هنا جزيرة في النص زي ما انتم شايفين. هذه جزيرة يعني ممكن حتى الواحد يدخلها مشي شوية لأنه النهر مش عميق، فممكن يوصلها مشي. سلوفينيا أرض الخير، وين ما رحتوا في شجر فاكهة، في أشجار، في نباتات مفيدة. هذا البرقوق مثلا بيطلع لوحده جنب زي ما احنا شايفين على ضفة النهر. في نباتات كثير برية، نباتات طبيعية موجودة في سلوفينيا ممكن انه الإنسان يعني يستخدمها. وعندنا هنا في عادة عند اللي هم أهل سلوفينيا انه بيروحوا في مواسم معينة، مثلا بيجمعوا الهندباء في مواسم معينة، بيجمعوا هذه النبتة اللي هي نبتة القريص أو الحراقة أو الحريقة زي ما بيحكوها أهلنا في المغرب. هذه النبتة السلوفان بيستخدموها زي ما احنا بنستخدم السبانخ، بيعملوا منها فطاير، بيعملوا منها كثير اللي هي وجبات مفيدة، بيجففوها وبيعملوا منها مشروبات يعني زي شبيهة بالشاي. هذه النبتة على سبيل المثال بيستخدموها على اساس انه يحطوها لما يكون في كدمات او في بعض اللي هي الجروح، بيحطوها عشان يعالجوا الجروح. وهي الهندباء اللي حكينا عنها طبعا بس ازهارها مش موجوده، هم بيستخدموا زهرها، بيستخدموا هذا الاوراق بتاعتها بيستخدموها للسلطه، يعني بياكلوها زيها زي 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 الخس، زي بيحطوها في السلطات. زي ما احنا شايفين مع بعض هذه المماشي اللي هي حوالين النهر، فترة العصر ممتازة انه الواحد او الصبح صباح بدري ممكن انه يجي يتمشى فيها، بياخذ اكسجين نقي مع صوت المية وصوت العصافير حواليه، يعني اشي ممتاز واشي صحي انه الانسان، او عادات صحية انه الانسان يمارسها ولو لفترات بسيطة، يعني لما يجي على الاقل انه يجي في سلوفينيا. هاي هنا مداخل كل هذه المماشي، في لها مداخل صغيرة بتدخل على النهر، يعني جنب النهر في شجر وفي اللي هي مماشي فيها ظل حتى فترة الظهر. احنا الآن عندنا يمكن الساعة 11 أو 12 الظهر، فالمماشي هذه بتكون يعني مظللة بالشجر حواليها زي ما احنا شايفين. وهنا في مداخل على النهر.